إخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. معكم أخوكم في الله كريم العلوي. هذا الفيروس هذا اللي كورونا، أنا ما كنسميهش مرض، ولكن كنقدر ندخلو في خانة ديال جند من جنود الله سبحانه وتعالى. حنا تقريبا دابا في كائن لا يرى إلا بالمجهر. نقدر نقول لكم أن الله سبحانه وتعالى غاضب علينا، اللي كل شيء خايف منه، كل شيء داير الاحتياط دياله اللازم. والله يا عباد الله، والله ثم والله، نحن في حرب مع كائن لا يرى إلا بالمجهر، ولكنه جند من جنود الله. الله سبحانه وتعالى مني كيغضب على شيء واحد، راه كيسلط عليه جند من جنوده. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال لك عاوتاني: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم الله بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون علاش؟ خاصنا نتوبوا لله سبحانه وتعالى. الا بغينا هذا الشيء باش يمشي، خاصنا نتوبوا لله سبحانه وتعالى ونرجعوا على كل اخطاء. راه ما بقاتش فسير شري الماكله وجمع ودخل الدار وجلس. نجلسوا باش ما ينتشرش، باش نساعدوا الجهات المختصه فهاد الشيء كامل باش ما يزيدش ينتشر. تدابير اللي مزيانه وصارمه كيخصنا حتى حنا نطبقوها وما ناخذوهاش بالضحك، حيت الله سبحانه وتعالى قال لك: فلما جاءتهم اياتنا اذا هم منها يضحكون. ما نبقاوش غير كنضحكوا. حنا دابا في حرب مع كائن لا يرى الا بالمجهر، يقدر يكون حدايا وانا ما شايفوش، ولكن باش غنتغلب عليه؟ واش عندكم الاساليب ديال التغلب عليه؟ ايه، الجهات المختصه راهم قايمين بالعمل. انت كشخص مدني كي غدير تبدا باش تعاون، انت تعاون هاد الناس، تعاونهم بالالتزام. واحد الحاجه اللي ضروريه، خاصنا نتوبوا الله سبحانه وتعالى ونرجعوا على اي حاجه خايبه درناها كاملين دون استثناء. فكرتني هاد الحادثة هذه بواحد الحادثة كانت وقعت في عهد سيدنا موسى. سيدنا موسى كليل الله، وكلم الله موسى تكليما، كان كيهضر مع الله سبحانه وتعالى. كان الله سبحانه وتعالى في العهد ديالهم كان حبس عليهم المطر، وملي حبس عليهم المطر ما بقاش المطر كينزل صافي. علاش؟ سيدنا موسى خرج في الأمة ديالو قال لهم: حنا غادي نخرجوا كاملين نتضرعوا الله سبحانه وتعالى ونطلبوه لعل وعسى يشوف فينا بشوفة الرحمة. الله هو الرحيم. خرجوا اجتمعوا في واحد الموكب مهيب وتشي تضرعوا. سيدنا موسى كيدعي وهما كيأمنوا معاه، كيدعي. الله سبحانه وتعالى هو يكلم سيدنا موسى، قال له: يا موسى انا ما غاديش ننزل هذا المطر، لن اسقط المطر عليكم. قال له: لما يا رب؟ علاش؟ بغيت نعرف علاش. قال له: فيكم رجل ان لم ينتهي عما يفعل فلن اسقط المطر. ما يفعل يا رب؟ الله سبحانه وتعالى ما قالش ليه، وكيدير هذا السيد هذا باش الله سبحانه وتعالى بسببه غادي يحبس المطر على الدواب والناس الرضع والشيوخ وحتى الاشجار والارض، هادشي كامل بسبب عبد. الله سبحانه وتعالى لا حبس المطر عليهم. جاء سيدنا موسى خرج خطيب فيهم، قال لهم: يا قوم، فيكم رجل يفعل الفاحشة ويغضب رب العالمين، فإن لم ينتهي فلن يسقط الله مطره. هذاك السيد ملي هضر سيدنا موسى حس منو راسو، مشى دخل الدار وتاب الله سبحانه وتعالى. لقيت اللي تاب الله سبحانه وتعالى شيء رهيب. غير تاب الله سبحانه وتعالى ربي نزل المطر، غير تاب توبة نصوحة. هادشي اللي طالبين من الله سبحانه وتعالى، اننا نتوب الى الله توبه نصوحه، وان شاء الله سيرفع عنا الضر والبلاء. تاب الله سبحانه وتعالى، طاح المطر، سقط المطر. لقيت اللي طاح المطر سيدنا موسى هضر مع الله سبحانه وتعالى بلطف: اسقطت علينا المطر. قال له: لما؟ ان صاحبكم قد تاب الي توبه نصوحه، فانزلت المطر بسببه، لقد قطعت المطر بسببه وانزلت المطر بسببه. جا كنبغيو نعرفوا الحاجة، المسائل الخفية. يا رب، من هذا العبد؟ قال له الله سبحانه وتعالى: لقد قطعت المطر بسببه وكان يفعل الفاحشة وأستره، فكيف إن تاب إلي أرفع عنه ستري. نفضحوه؟ قال: لا، الله سبحانه وتعالى رحيم، تيلا درنا شي حاجة كيغطي علينا ويسترنا. خلاصة باش ما نطولش عليكم، نتوبوا كاملين الله سبحانه وتعالى، نتضرع إليه، نتجمعوا مع العائلة ديالنا، ناخذوها من المسائل الإيجابية. قالوا لينا ندخلوا للدار، ندخلوا للدار، لعله خير. ما كنتيش كتجلس مع وليداتك؟ جلس معاهم. كان ما كنتيش كتعرف تفهم معاهم؟ حاول تفهم معاهم وتجلس معاهم. هاد الأيام اللي قالوا لنا باش غادي نتجمعوا فيها، نتجمعوا كاملين على خير. ذكر، نعلمهم قصص الأنبياء، شنو وقع في الأقوام السابقة، شنو كي ندير نقرأ القرآن، كي ندير نتوضا، كي ندير نصلي، نصلي جماعة في البيت، علاش لا؟ المساجد منعوهم على وداش أمر للصحة ديال الناس ما يزيدش ينتشر هذا الوباء. ندير مسجد عندي في الدار، نقيم الصلاة كاملين مجموعين باش يرفع علينا الله سبحانه وتعالى الضر، وإن شاء الله الرحمن الرحيم نرجعوا للحياة ديالنا العادية.
بإذن الله سبحانه وتعالى. أستغفر الله وأتوب إليه، من كان في الضلالة فليتوب إلى الله، من كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، فأستغفر الله وأتوب إليه، والسلام عليكم ورحمة الله.